مانجرو نبات القوي سنين شهرة. الدكتور بيقول ان هي لو حد غرست فيه مش بصينا على الورقه ديت هنلاقي في ترسبات من حاجه، ده نتيجه ان النبات عمال بيفلتر الميه، يعني كل اللور سيرفيس بتاع دوت بتاع الورقه دي مليانه فيها كريستالز كده بتلمع، حتى ده مش رمل، ده دي ترسبات ملحيه. فنتيجه ان الملوحه عاليه هنا فهو بيعمل فلتريشن للميه، ياخد الميه العذبه ويرسب الملح على الجهاز الصغري بتاعه. بس فدي حاجه كويسه قوي، النبات ينفع للمناطق الملحيه. لازم نصور.